لكم التواجد ديالي اليوم عند الفلاحة اللي عنده عدة أسباب. أولا جيت باش نقدم الدعم ديالي كما قدمته أول مرة للفلاحة، وباش نعطي توضيحات لبعض المغالطات اللي كاينة، واللي بغيت أنه المجتمع المدني ديال زيو خصهم يعرفوا بأن الفلاحة هما المناضلين الحقيقيين ديال هاد الوقفة. الفلاحة هما اللي الدعم ديالهم والنضال ديالهم والصرخة ديالهم هي اللي جابت لهم الحق ديالهم. ملي كنقول جابت، لأن النهار اللي كان الاجتياز لا مع السيد الوالي ولا مع السيد المدير الجهوي، أنه الحصة ديال ما كانت الموافقة عليها، الموافقة المبدئية. يعني الفلاحة ما كانش عندهم المشكل انهم واش غادي يعطالهم الماء او ما يعطالهمش الماء، واش غيعطالهم التور ما غاديش يعطالهم التور. التور كانت الموافقه المبدئيه كاينه. المشكل اللي كان عندهم ديال الوقت وديال العدد، الكميه ديال الماء اللي غتعطالهم، واللي هي حاليا باقى المناقشه عليها، لان العدد راه تعطى رسميا اللي غادي يكون، ولكن كمسؤولين ديال الفلاحه هذاك العدد كيشوفوا قليل وغادي يغامروا به، غادي يغامروا به. لهذا انا جيت اليوم ندير واحد التصريح باش ما نطيحوش بالقيمه ديال النظام ديال الفلاحه، وما غنسمحوش لجهات اخرى انه تجي اليوم في اخر لحظه وتركب الحدث على ظهر الفلاحه اللي هما اللي ناضلوا، هما اللي غوتوا، وهما الا كانت شي نتيجه ايجابيه راه الفضل لها. انا ما غنقولش انا كنائبه برلمانيه، انا كنت الرفيقه ديالهم. يعني كما قلت لهم انا برلمانيه ندافع عليكم وندافع معكم، انا كنت بالرفقه ديال الفلاحه كوحده كتمثلهم اني نكون بجنبهم. واليوم اللي بغيت نقول للفلاحه ديال زيو تبارك الله عليكم وبرافو عليكم، اللي استحملوا 22 يوم في الحراره في الشتاء في العجاج وهما صايمين، كيفطروا في خيمه كينعسوا في خيمه. اذا لا داعي انه تجي جهات اللي كتفطر في دارها واللي كتنعس فراشها وتجي اخر لحظه ودير السياسه وتبغي تبان على ظهرهم. حنا اليوم ما كنديروش السياسه، حنا ما جيناش باش نديرو السياسه او نجمعوا الاصوات، حنا جينا باش نناضلوا من البدايه. والمناضل الحقيقي هو اللي لبس السبردينه ديالو وكان معاهم جنب بجنب، وكان عندهم كلمة بكلمة وبصوت بصوت وبجنبهم هنا. إذا الفلاحة محتاجين الدم في الخيمة، ما محتاجينش الدم باتصالات هاتفية اللي ربما ما كايناش كاع ولكن غيبنيو عليها الحدث. أنا جيت اليوم باش نرجع الاعتبار ديال الفلاحة، لأن البارح اتصلوا بيا كيقولوا السيدة النائبة حنا كنجريو كاينين جهات باغا تركب الحدث على النظام ديالنا. وبهذا المناسبة كنشكروا جزيل الشكر للسيد الوالي اللي كما قال واعد وفى بالوعد ديالو، كيما نقولوا فى بان التور ديال الماء راه كاين، واللي متبع الملف يوميا، والسيد المدير الجهوي ديال الاستثمار ولا المديره الجهويه ديال حوض الماء ولا السيد العامل ولا السيد الباشا، السيد الباشا ديال ولاد ستوت اللي تا هو دائما في اتصال ودائما. اذا حنا محتاجين دابا اللي كنطلبوا من الله انه تختار واحد العدد ديال الماء اللي غادي يكون كافي، لان الله يكون في عون ديال الجميع. ما نساوش ان كاين الازمه ديال الماء ديال الشارب، كاين الجفاف، يعني حتى للوزاره الداخليه وخص كلي كل علم جميع انه الوزاره الداخليه هي اللي عندها يعني الكلمه الاخيره، لان هي اللي كتحمل المسؤوليه ديال الناس ديال الماء ديال الشارب، اللي غيشوفوا كيفاش يكون حل المشكل بلا ما تأذوا الطرفين، بلا ما ينقص على الساكنه، لان راه كاين خطر. شهر 10 هو اخر شهر ديال الماء، وحنا كنتمنوا انه الله يرحمنا برحمته، وفي نفس الوقت باغي يرضيو الفلاحه. هذا الشيء اللي بغيت نقوله، وتبارك الله على الفلاحه ديالنا، وهما من وراء اي نتيجه كانت لا شخص اخر، وشكرا للجميع.